بسرعه كده يابا. السلام عليكم. انا جاي اشاهد المطبع اللي بيحصل معاه كده اهو. ماشي بدون ذكر اسماء كده. سماح بنت الحاج شهاب اللي قاعده في الرابع النهارده كانت بتتابع، كانت ماشيه معايا 4 سنين في الغردقه مصاريف ولبس ودباجين وحاجات بتطير، وقالت لي عايزه عربيه اهي بدون السنه اهي يا جدعان. العربيه اهي يا جدعان، العربيه اهي. اشهد مش هسيبك يا سماح. قال لي يا كابتن يا راجل يا اهرى انت يا راجل يا اهرى. ايه ام سماح؟ ده كفايه ريحه بنتك يا ام سماح، كفايه ريحه بنتك. ابو مين؟ ابو مين يا يافا؟ بقول لك ايه؟ اتكل على الله يافا. صلاح بنت الحاج شهاب بتستغني، خلتني اريال يا جدعان، يا حريص. انت اريال؟ هل انت اريال؟ صلاح بنت، صلاح بنتك كانت ماشيه معايا قدام العريسه. قدام العريس. طلعت انت قدك روح بشفتك يا شباب. ايه عربية يا عربيه يا جدعان؟ انت بتطلب انت اي حد يا ابو سماح كل مره على كده بيشتغل.